السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي تخش على بنك المعرفة وتجيب اسئلة اي درس انت عايزه؟ بتفتح جوجل وتكتب LMS، بيظهر لك الايقونة دي، تضغط عليها هيجيبك للواجهة دي كده. هتيجي هنا تضغط تسجيل دخول، هيطلب منك هنا العنوان البريدي لو معاك او كلمة المرور. طبعا عنوان البريد الالكتروني او كلمة المرور اللي انت كنت مسجلهم على بنك المعرفة قبل كده او اللي المدرسة مديهولك. طب فرضا ان انا عايز اعمل حساب جديد، مفيش اي مشاكل، اضغط انشاء حساب. هيجي يقول لك انت انهي حاجه من دول، هتقول له التعليم الاساسي. الخطوه التاليه هيجيب لك الواجهه دي، هتكتب هنا اسمك وهنا اسم العيله، بريد الكتروني هتاكده، رقم التليفون وهنا الرقم القومي. الرقم القومي ده اللي هو الرقم اللي في البطاقه او الرقم اللي في شهاده الميلاد بتاعتك. هتضغط بعد كده على الخطوه التاليه والتالي وهتنشئ الحساب، وكده يبقى انت سجلت. انا معايا بريد الكتروني وكلمه مرور هدخلهم. لما كتبت كلمه المرور والباسورد دخلني هنا، هتيجي تدور في القايمه دي على المكتبه الرقميه. هتيجي من هنا هتلاقي في جنب المواد الدراسيه والسنوات الدراسيه، طبعا هتضغط على السنوات الدراسيه، هيجيلك هنا السنوات الدراسيه كلها. هتضغط على سي مور، هيجيلك كل الصفوف الدراسيه. لو انت طالب في الصف الثالث الثانوي مثلا، هتيجي هنا تختار المادة الدراسية سي مور، هيجي لك كل المواد. وليكن ان انا هختار مثلا الاستاتيكا ومحتاج اسئلة على درس معين، بتنزل تحت كده انواع المصادر، تضغط اسئلة، تدور على الدرس اللي انت عاوزه. وليكن ان انا عاوز اسئلة على درس التزان الجسم الجاسئ، هو ده. هتضغط على ابدأ، هيجي لك فوق هنا الفيديو وشارح وقائمة التشغيل وورقة التدريب. هنضغط على ورقة التدريب، هيجي لك أسئلة، كل الأسئلة ديت على الدرس ده. نشوف سنة دراسية تانية، هناخد الصف الثالث الإعدادي مثلا، ناخد مادة الرياضيات، وليكن إن احنا هناخد حل أنظمة المعادلات بيانيا. اتأكد إنك ضاغط على أسئلة، ابدأ. ورقة التدريب هيجي لك كده التمثيل البياني للدوال، تقدر تجاوب على كل الأسئلة اللي موجودة. لو عايز ترجع للقائمة الرئيسية بكل بساطة، اقفل الصفحة دي، هتلاقي الصفحة اللي كانت قبل كده، اضغط على علامة غلط دي، هترجع هنا للسنوات السابقة، تقدر تجيب أي مادة تانية. أتمنى إن أكون قدرت أوضح لك إزاي توصل للأسئلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.